مشاهدينا الكرام متابعينا تغطيتنا متواصله ومستمره لمواكبه هذا الحدث وهو حفل افتتاح بطوله اكاديميه التحدي في نسختها الثالثه على كاس منطقه مكه المكرمه. لقاء الافتتاح يجمع او لا زال حتى الان في الضربات الترجيحيه من اجل تحديد من هو الحاصل على كاس الافتتاح. مباراه انتهت بنتيجه سلبيه بين فريقي العربي من محافظه جده وفريق الرشيد من محافظه الطائف. معي في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات الاستاذ هلال الزهراني رئيس فريق اكاديميه هلال للفئات السنية. بداية نرحب بك أستاذ هلال عبر قناة خالد بازيدان على اليوتيوب. هلا حياك حبيبي ومرحبا فيك ونتشرف اللقاء الصراحة بكل أمانة. أستاذ هلال بداية حدثني عن انطباعاتك عن ما رأيت، سواء حدثني عن انطباعاتك عن الحفل المصغر الذي سبق المباراة وكذلك كيف رأيت لقاء الافتتاح؟ والله أول شيء يعني حقيقة افتتاح تنظيم جيد جدا وحفل مصغر جميل جدا، يعني ما كنت اتوقع بالشكل هذا، واشكرهم الصراحه على الجهود اللي قدموها حقيقه ابناء مكه، وهذا ليس غريبا على ابناء مكه الصراحه. جميل جدا. هلال الزهراني ابارك لك حصول فريقك على بطوله اكاديميه المستقبل للفئات السنيه وتحديدا في فئه الناشئين التي تحصلتم عليها امام المضيف فريق المستقبل، كيف تعلق؟ الله يبارك فيك حبيبي، والحمد لله يعني قدمنا العين وحصلنا على البطوله، وهذا فضل من رب من الله تعالى، وليس غريبا على ابناء يعني اكاديميه هلال والمدرب القدير محمد قاسم ويعطيهم العافيه والحمد لله. يعني جميل. ماذا عن بطولة أكاديمية هلال للفئات السنية التي وعدت بتنظيمها؟ هل نظمت البطولة أو ما هي آخر المستجدات في هذه القضية؟ احنا البطولة القادمة إن شاء الله بعد أسبوع مواليد 1417 البطولة التاسعة، وبعدها إن شاء الله بإذن الله في مواليد 1415 التي بتكون يعني في ملعب فايربول إن شاء الله، أربع فريق من مكة ومن جدة والمدينة والطائف. إذا ستنطلق بعد أسبوع من الآن البطولة؟ نعم إن شاء الله السبت القادم إن شاء الله حبيبي. جميل جدا، كلمة أخيرة أستاذ هلال قبل الختام. الله يعطيكم العافية حبيبي وما قصرت.